رئيس الدولة هو محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الهند بيوم الجمهورية. محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الدولة بتوجيهات من محمد بن زايد تنسيب مجندي الخدمة الوطنية الدفعة 15 للمشاركة في تنظيم معرض أكسبو 2020. ولي عهد عجمان يترأس الجلسة الأولى للمجلس التنفيذي للعام 2021. لجنة بالوطن الاتحادي تعتمد تقريرها لمشروع قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها. النصر وكلباء يتأهلان للمربع الذهبي لكأس الخليج العربي لكرة القدم.